السلام عليكم إخواني، الله يعطيكم العافية. معكم الأستاذ محمد الحمد من معهد دار العلوم. اليوم هنكمل مع بعض إن شاء الله المحاضرة الرابعة من مادة المحوسبة. واحد بين قوسين برنامج الإكسل. طبعا حكينا سابقا أو المحاضرات السابقة عن برنامج الإكسل، عن قوائم برنامج الإكسل، عن استخدامات الأوامر في برنامج الإكسل. قمنا باستخدامات بعض الأمور الموجودة في برنامج الإكسل، عرفنا كيف نغير اتجاه الورقة من اليمين لليسار، من اليسار لليمين في حالة إن كانت مغيرة أو نحن مغيرينها. استخدمنا الأمر فرز في حال أردنا ترتيب بياناتنا التصاعدي التنازلي أو التنازلي لا التصاعدي. عرفنا كيف نحمي الورقة، إضافة عرفنا كيف نجمد جزء من الأجزاء سواء كان تجميد صف أو تجميد عمود. اليوم راح نتابع مع بعض بمحاضرة أو بموضوع هام جدا، هو موضوع الصيغ. موضوع الصيغ في الإكسل موضوع هام جدا. موضوع الصيغ في برنامج الإكسل له أهمية كبيرة. ليش؟ لكونه بيوفر وقت وجهد كبير على المستخدم في حال تم التعامل مع هذه الصيغ باحترافية عالية. طبعا نحن كمحاسبين نستخدم بعض الصيغ، البعض الآخر ما لنا شغل فيه، أو بالأحرى مو ضمن اختصاصنا، أو ما بتفيدنا كمحاسبين بشيء ضمن النطاق المالي. فنحن بنلجأ لاستخدام بعض الصيغ يلي بتكون لها تأثير على عملنا المحاسبي. فرضا أخذنا صفحة جديدة تنتولو إن، لحال ضغط على كنترول وبعدين ضغطنا على ان تطلع معنا صفحة جديدة مثل ما كنتم شايفين. الصفحة الجديدة ما فيها شيء أبدا. فرضا كان عندنا مجموعة عمال بيشتغلوا بشركة معينة، عندنا جدول ببين رواتب بعض العمال في هذه الشركة. العامل، تاريخ بدء العمل، الوظيفة، الراتب. ملاحظة، نفوت أول عام اسمه محمد، أحمد، جمال، هيثم، وائل، أيمن. تكتب العمل 1 1 7 2 5 3 4 2 6 1. طيب الوظيفة، لكل عامل بعض المحاسب مبيعات كاش صيانة بلاش، الراتب 30,000 فرضا، 30,000، 25,000، 20,000، 30,000، 22,000. فرضا هذا الجدول كان عندنا كبداية، لازم نعمل له شوية تنضيد. التنضيد يقصد به التصنيف والترتيب بحيث يتم إخراج العمل على أكمل وجه. فأنا راح أجي كبداية، أحسن راح وسط، أعمل محاذاة وسطية بالنسبة لاسم العمل، والملاحظات راح أكبرها شوية، معلش
وانا احددهم كبر شوية. خليني كمل من الاول. اساوي 16، راح اساوي 16، راح كبر شوية. نحاول خلينا اوكي، راح هون اساوي تحديد كافة قيود، راح ساوي 14، راح أعمل راح كمل تحديد. طبعا هون راح أعمل تحديد داخلي، بعدين تحديد عريض خارجي، بعدين راح أصبغ الأصفر. بدي طبعا التواريخ تكون أرقام، تاريخ مختصر. راح آخذ نسخ التنسيق وأعمل له الكل مثل ما نكون شايفين. وظيفة الراتب، هون طبعا راح أستخدم رمز العملة، هون محطوط عام العملة. طبعا أخذين على الليرة السورية، نحن بدنا الليرة التركية. نحن بدنا الليرة التركية، فراح اجي ل اما العملة واخذ تنسيق ارقام اضافية، او راح اكبس باليمين على اكبس على اليمين بالخلية واخذ تنسيق خلايا، خيارين نفس النتيجة بيعطوا، هي مباشرة بتطلع على الخيار اللي بدي اياه على العملة. فانا بيجي على الرمز بغير او بنزل لحتى الاقي الليرة التركية على شكل تي تي تي. طبعا شوي هي راح تكون بيناتهم شكل حرف تي تي وسطية هيك. اوكي برفع شوي لفوق، راح اخذ موافق. مجرد ما صارت انا ما راح اقوم بالحركة او اعادة الحركة للكل بنفس الطريقة، لا راح اجي عليها اقول لها نسخ التنسيق، وانزل اكبس بالزر اليسار على على اول خلية، وبعدين انزل فيها لتحت مثل ما انتم شايفين. صار عندي هنا 30 35 20 30، وما انه ما عندي فواصل راح اصغر الفاصلة العشرية واخذ فقط 3 ارقام بدون فاصلة. طبعا هي فاصلة العشرات بالنسبة للالوف بتختلف من الفاصلة العشرية اللي شايفينها للاجزاء. طيب الملاحظات، راح كبر الخلية شوي، معلش ما في مشكلة. راح اخذ اعمل قص، لا كنترول وناقص، لا الجدول مبنية هون، راح اجي اعمل هيك جدول هون، راح احدده، راح اخذه 16، راح اكتب فيه المجموع طبعا راح سكر، اوكي بعمل هون تحديد، بيجي المجموع بعمل له كمان تحديد. طيب المجموع عندي حل من الحلين، اما انه احط دالة المجموعة الجاهزة اللي هي دائما تيجي معي انا اللي ممكن استفيد منها، او ممكن استعمل الدالة او بلش باستعمال الدالات. الدالة طبعا اي دالة
بتبلش ب يساوي بعدين بتيجي اسم الدالة. أنا عندي أسهل دالة أو الدالة يلي نستخدمها عادة هي دالة صم. دالة صم اجمع، دالة الجمع، في دالة الجمع الشرقية، لكن نحن بالعادة بناخذ دالة جم، دالة صم عفوا العادية. بعدين بنحط مثل ما لاحظتوا مجرد ما بلشنا نحط الأقواس بيطلع لنا خيارات الأرقام. نمبر واحد بدل على الرقم الأولاني راح نحطه أو الجمع الأولاني. الثاني لاحظوا لازم يكون في فواصل، إذا كان عندي مثلا رقم أو رقم غير متبعين بدي أحط فواصل من هذا الشكل، فاصلة نقطية. الثاني الثالث الرابع الخامس، آخر شيء بدي أحط مثل ما لكم شايفين بس صيغة، بدي أحط قوس. فأنا لا أنا هون عندي مجال متتابع، عندي ممكن يكون مجال متتابع أو ممكن يكون عندي مجموعة من الأرقام. فأنا عندي هون مجال متتابع، فأنت بكبس على زر الفار باليسار وبنزل لتحت، بعدين ممكن أحط قوس أو بكفي إني أنا أعطيه إنتر. لاحظوا هون شو صار، محتويات الخلية أنا حاطط هون. طبعا حكينا بالمحاضرة السابقة إنه شريط المحتوى ببين شو الشيء اللي بتحتوي الخلية من رقم أو دالة. إذا كان في كلمة أو حرف ما تبين، لكن إذا كان في دالة أو رقم فبيعطيني محتواها هون. فالمهم أنا ممكن أحط هون سكر قوس لحتى بين مثل ما شفتوا إنه أنا انتهيت عندي الدالة بهذا القدر. ومثل ما لكم شايفين أنا مجرد ما عم بيجي على الزاوية عم يصير الخط غامق، هذا دلالة إنه فيني أنا وسع بمحتويات الخلية. لاحظوا اي 15 لا اي عفوا اي 15 لا اي 11 مثل ما لكم شايفين، اي 11 لاي 15 ممكن اخذها وممكن ما اخذها. انا ما بدي اياها، بدي هاي فقط، راح اعطي انتر. فبالتالي اعطيني 2 دالة جمع ل 162 الف مجموعة. لحتى اتاكد بكبس زر الفار اليسار على المحتوى كامل وبنزل لتحت. طبعا برنامج الاكسل فيه شغله حلوه انه ممكن يعطيك الاجمالي بدون ما تستخدم داله الجمع، اضافه لدالتين تانيات راح نشوفهم مثل ما لكم شايفين هون. لو جمعت انا هذول حددتهم كلهم وبدي اشوف يا ترى انه فعلا هم 162، بتطلع هون بلاقي عاطيني 162 الف المجموع، 162 الف تيلي، معناتها دالتي شغاله نظاميه وما في شيء ارقام مخفيه او شيء غلط. طيب لاحظ انه عاطيني هون عدد اضافه لمتوسط. البرنامج الاكسل بيعطيني 3 دالات تلقائيات، هن المجموع، هن العدد الارقام، وهن المتوسط. لو فرضا انا بدي عدد الارقام بداله عن طريق استخدام داله، فانا ممكن اكتب هون اعمل كمان كنترول اس، بيجي هون كنترول اف، لاحظوا نسخ بس ما اعرف شو اخذ لي. هو بتطلع انا هون على الداله لحتى حررها، اي داله بدي احررها طبعا بكبس بعد اذا ما بدي العب بمحتويات بكبس بعد الدغري بعد بكبس عليها، بعدين بكبس بعد القوس فيبين لي حجم الداله او مداها او لوين، يعني شو بتحتوي على ارقام. فانا لحتى اتاكد اني انا او لحتى اخذ الداله الصحيحه، فانا ما راح بحدد بكون بالتحديد انا مثلا كمثال اذا كنت بدي تكرار للداله او بدي اعطوني نفس المجموع. فلاحظوا انا رفعت لفوق من فوق ومن تحت كمان رفعت لفوق واعطيتها انت، اعطتني نفس الرقم. بس انا طبعا هون ما بدي هالداله، هي بدي داله مغيره تماما اسمها داله المتوسط او ارقام الحساب. انا بدي دالة المتوسط أو الوسط الحسابي. طبعا دالة المتوسط هي عبارة عن متوسط الرواتب. ممكن بالحياة العملية سمعتوا حدا ممكن يقول أو حدا قال لكم إنه متوسط راتبك قديش أو متوسط مصاريفك بالشهر قديش. المتوسط هو عبارة عن جمع كل المصاريف تقسيم عددهم. متوسط الرواتب هن عبارة عن جمع كل الرواتب تقسيم عدد كم راتب عندي. فأنا هون عندي 1 2 3 4 5 6، عندي 6 رواتب. معناتها لما بيجي بحدد هيك بقول له بدي الوسط الحسابي، بدي الوسط الحسابي من اي 5، من اي 5 ل اي 10، اعطيني الوسط الحسابي لهدول الارقام. ممكن اعطيه انت، بعد ما اعطيته انت اعطاني 27، بمعنى انه الراتب الوسطي عندي هو
27,000 يعني متوسط، تقريبا متوسط الراتب عندي 27,000. الراتب الحقيقي طبعا بيختلف عن الراتب المتوسط. الراتب المتوسط بيتأثر بالقيم العليا والدنيا، يعني كمثال إذا كان هذا عم ياخذ مثلا 65,000، لاحظ متوسط الراتب شلون طلع 62 32,813 فرضا. الأوبتيشن عندي عم ياخذ 10,000، لاحظوا كمان الراتب نزل عندي بهالقيمة هاي. فالمتوسط بيتأثر بالقيم الكبرى والقيم الصغرى أو بالقيم الشاذة. فبالتالي أنا هون قلت له أعطيني متوسط الراتب، أو هون سمينا متوسط الراتب. إذا قلت له طيب أعطيني عدد الموظفين، هعمل هيك أنا كنترول سي كنترول بي، هون عدد الموظفين. طبعا أنا كنت قمت يعني نسخ ولصق لحتى أنسخ الحجم الخط ولا أنسخ الحدود العريضة، ما أرجع أسويها مرة ثانية. فلنفرض إنه أنا عندي عدد الموظفين، بدي عدد الموظفين، وهي الدالة ما بدي إياها، بدي أعطيني عدد الموظفين. فبيجي بقول له ممكن يجي للجمعة التلقائي، عفوا ما بدي الدالة، بيجي هيك بمسحها يساوي راح يجي لجمعة القاعة للسهم الصغير، آخذ الدالة كاونت هي العدد. أعطاني هون رقم 6. أنا طبعا هون استخدمت الدالة كاونت. الدالة كاونت هي بتعطي العدد الأعداد الموجودة، أو هي ما بتعطيني، ما بتجمع لي الأعداد. لاحظ إذا عملت هون أنا، هي بتعطيني عدد الأعداد الموجودة بالخلايا. يعني عندي هون خلية 2 3 4 5 6، قد يكون عندي صفر كمثال إذا عملت من هون لهون. فأعطتني هي 7 أعداد. هل الحكي صحيح 1 2 3 4 5 6 7؟ الحكي صحيح. ليش؟ لأنه في خلايا فاضية ما أعطتني فيها أعداد. فدالة الكاونت هي بتعطي عدد الأعداد الموجودين في الخلايا. قد يكون مثلا عندي موظفين أنا ولهم مثلا راتب لهم مكافآت معينة، فأنا بدي أعرف كم موظف عندي آخذ مكافأة. فممكن أنا أجمع من خلال دالة كاونت إني أنا أعرف عدد الموظفين اللي عندهم مكافآت. فبيطلع معي عدد الموظفين 5 6 7 8 إلى آخره، حسب ما لهم مكافآت. طيب طبعا طلع معي هون اس 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 6 تي، لأنه أنا بالأصل نسخت السطر هون مثل ما هو جبته لهون. فهو أخذ لي الخلية هون بمحتوى العملة أو بصيغة العملة اللي فيها. فأنا هون قلت له أعطيني عام، ما بدي إياها عملة، لأنه أعطيت عملة مثل ما شفتوا أنتم. فبيرجع بيحط لي اياها بالليره السوري تبع اخذ تلقائي، هو بغيرها للتالي انا، بس انا ما بدي اياها عامله، بدي اياها عام عباره عن رقم واحد ما في له لا اصفار عشريه لا فواصل عشريه مثل هدول، ولا رمز العمله، ولا التاريخ مثل هذا. لا بدي اياها عادي، رقم عادي عام، رقم عام. طيب عدد الموظفين اعطاني اياه بهذا الشكل. قد يكون كمثال للتوضيح هون المكافآت، قيمة المكافأة. فهذا الشخص له 5,000، هذا ماله، هذا مبيعات كمان 5,000، هذا الشخص له 2000، هذا له 1000، هذا له 4,000. طيب لو للتوضيح اجينا نطبق دالة الجمع هون مثل ما لكم شايفين، فأنا بكفي إني أحط سم يساوي سم قوس صغير، بعمل التحديد، بعدين بسكر القوس بعطيه إنتر،
باللي مجموع أداء قيمة المكافآت 17,000. طيب بدي له متوسط قيمة المكافأة، أنا قديش عاطي مكافأة، فبقول له يساوي افيريج، افيريج كمان بحدد له مثل ما تكون شايفين، وبسكر القوس أو خليه مفتوح، بعطي إنتاج بيعطيني متوسط قيمة المفاجأة، طيب المكافأة عفوا، عدد الموظفين، ففيني أحط له كاونت. كبستين بعمل له تحديد، أعطيه إنتاج. تمام طيب رح حدد أنا التحديد هذا مثل ما أنكم شايفين لحتى أتأكد. المجموع هو 17 نظامي لك، 17 هون 17 هون، العدد هو 5، وهذا نظامي طبعا، مع الانتباه انه لازم ما نحط صفر لانه بيعتبر العدد صفر هو عدد بالنهايه، فبالتالي بيحسب لي اياه، فانا لازم ما اذا ما في مكافاه ما لازم احط، يعني حتى لو ما كان في ما راح احط صفر. فبالتالي الوسط الحسابي المتوسط اعطاني 3400، وهذا الحكي صحيح 3400، والعدد 5، وهذا الحكي صحيح انه العدد 5 موجود عندنا. طيب بعد ذلك ممكن احنا ناخذ كمان دالات اخرى، تعرف دالات اخرى، راح اعمل نسخ كالعادة. راح اسميه الراتب الاكبر او العدد الاكبر، قيمة الأكبر. طيب راح أمحي هون. لو حبيت أعرف أي واحد بيناتهم هو الراتب الأعلى، هذا المثال صغير ولكن على جدول موظفين كبار، قد يكون عندي 100 موظف، فبالتالي ما حأقعد أمسك الموظف الأولاني وأشوفه أكبر من الثاني ولا الثاني أكبر من الثالث، فراح أستخدم دالة كتير سهلة تعطيني العدد الأكبر أو الحد الأقصى الماكس. فبالتالي راح أحدد القيم مثل ما تكون شايفين، بحدد القيم، اعطي انتر، فاعطاني الراتب الاعلى او الحد الاقصى هو 35,000. طيب المكافأة، المكافأة الاعلى، مين اخذ اعلى مكافأة؟ ممكن انا كمان نفس الشيء اعطيه يساوي ماكس مثل ما تكون شايفين، ماكس، افتح قوس وحدد وسكر القوس وبعدين لو انتر يعطيني 5000، فرضا هون 3500 راح اقول مشان يكون عندي هون غيره 9000، خلينا نبحث شوي للمحاسب، سويت 9000. فبهالطريقة هاي أعطاني الماكس أو القيمة الكبرى هي 9000، والراتب هون 9000. طب فرضا أنا هون عملت له ديليت، لاحظوا راحت الدالة كلها، لو مسكت من هون بالزاوية قلبت لهون، لاحظوا ازحت الدالة كلها وجبت على هذا الخلية، فبالتالي بهالعملية هاي أنا طبقت الدالة الموجودة هون، فبالتالي لو عملت هون عملت هيك، فبالتالي أعطاني كمان إنه الماكس أو القيمة الكبرى هي من 9000 ل 4000، أعطاني أنت هي 9000. طب لو قلت له مثلا بدي القيمة الصغرى، راح يجي أعمل كمان كنترول سي كنترول في، أكتب القيمة الصغرى، قيمة الصغرى، ديليت ديليت، اوكي. القيمة الصغرى كالعادة يساوي ماين، في عندنا دالة ماين، شو عندنا هون الحد الأدنى ماين، تمام، يساوي ماين، فتحت قوس قلت له اعطيني اصغر عدد بين هدول، اعطيته انتاج،
قال لي أصغر راتب بين الراتب هنا 20,000، يا ترى هذا الحكي صحيح؟ فعلا عندي 20,000. طيب أنا إذا بدي أصغر قيمة مكافأة بيناتهم فممكن أطبق نفس الشيء، يساوي ماين بوس، بحدد بزر الفارة الأعداد كلها وبعطيه تسكير قوس. لاحظوا حتى لو ما كان ظاهر معي الخلية تحت مبينة فوق المحتوى، فأنا فيني أطلع لفوق بدون ما أطلع تحت، شوف بنزل تحت أو بدون ما أطلع تحت. أعطيه أنت، لاحظوا طبق لي 1000، قال لي أصغر قيمة عندك الماين هي 1000. إذا الحكي صحيح هذا فعلا أصغر قيمة هي بقيمة 1000 ليرة. طيب طبعا أنا عم أحاول أعطيه حفظ رغم إني حافظ المصنف ولا المرة، لكن أحيانا نتيجة تعديل معين أو خطأ معين بالبرنامج ما بيحفظ لي إياه فوقه، فبالتالي بلجأ لحتى أحفظه بمصنف تاني. هلأ أنا هون حاطه بمصنف حسابات الزبائن، فبالتالي رح أنزل شوي حسابات الزبائن لحتى أشوف هذا الحكي صحيح ولا لا. حسابات الشركة عفوا. طيب أنا رح أسوي، رح أحطه على الماتا أستو، خليه مثل ما هو. فوق سميه داونلود في الاكسل، بالاكسل عفوا. راح اعطيه انت، طبعا في نقطة كثير هامة هلا بالنسبة للبرنامج عفوا، هو ما علق هلا يعني هالتعليقات بتصير برنامج الاكسل، لكن بهالمرة ما علق. ليش؟ لاني انا كنت اخذ صفحة جديدة عملت لها كندون نيو، فبالتالي كان المفروض ان انا احفظه بمكان معين، بس ما في مشكلة. لكن بالعادة لا قدام انتم اذا استخدمتوا برنامج الاكسل حاولوا دائما تعملوا كنترول سي كنترول سي مشان دائما يحفظ عملكم. هي من ناحية، من ناحية ثانية إذا هلا عمل له حفظ باسم جديد ما في مشكلة، وامسحوا النسخة القديمة. طيب بنكمل مع بعض بهالطريقة. هذا شفتوا البرنامج، أخذنا القيمة الكبرى، القيمة الصغرى، متوسط الحسابي، الوسط الحسابي، القيمة الكبرى، القيمة الصغرى، المجموعة، كل هالأمور أخذناها من برنامج الإكسل. هلا ممكن نحن في دالة أخرى اسمها دالة إف، هي الدالة الشرطية، في دالات شرطية أحدها اسمها دالة إف، تستخدم في تحقق شرط. إذا ما حقق شرط معين، إذا ما حقق شرط معين بنستخدمها كمان، بنعتبرها من الدالات الهامة. كمثال إذا كان عندي مكافأة اجمع لي إياها، إذا ما كان عندي مكافأة حط لي القيمة. كمثال هون المجموع النهائي، أو خلينا نفرض إنه عندنا الخصومات. نحن عندنا خصومات هون، ناخذ كالعادة نسخ التنسيق، بناخذه لصق، بناخذ تبعية من بعد شوية، بنيجي الجدول بنحطه هيك، رح ناخذ هاي نسخ التنسيق الكل. أوكي طيب كمان راح اجي على المجموع، فرضا عندي 1200 500 900 3000 750، عندي الخصومات هذول مسجلة بالنسبة للعمال. فبالتالي راح اجي كمان اقول لهم طبق الدالة الأولى هي وهي المجموع، يساوي سم، افتح قوس، حددنا من فوق لتحت، سكر القوس بالاف صفر، بالعفو بالرقم صفر، بالشيفت والصفر بسكر القوس. طبعا عندنا هون راح اعمل له نسخ التنسيق 3650 3650. تمام طيب عندنا هون راح اعمل له نسخ التنسيق، راح اعمل له نسخ التنسيق مشان يعطيني نفس التنسيق كله، وراح اخذ متوسط الخصومات واللي هو يساوي افي ريج ليكو كاربت افي ريج، مفتوح قوس، حددته شيفت وصفر سكر القوس، بعدين انتر، وصلنا لمتوسط 608. افرض لشوف انه الحكي صحيح مظبوط 608.333. فرضا هون ما بدي غير رقمين بعد الفاصلة، فدغري انا بيجي لهون للفاصلة وعشرية فاصلة او فاصلتين،
صغير كبير حسب ما بدي. طيب بنيجي عدد الموظفين الموجود هنا، كمان لا أتأكد إنه عددهم 5 نسخة تنسيق نسخ يساوي. كاونت يوم حدد انت. لاحظوا هون عدد 6 موظفين عندهم خصومات وليس هون 5. قيمة المكافآت لخمس موظفين، قيمة الخصومات لست موظفين. بنرجع لهون نفس الشيء، نعمل نسخ التنسيق بنحط له، بنرجع لهذا كمان نسخ التنسيق فرد مرة وبنحط له. بنحدد بعدين أقيم الأكمل يساوي ماكس، نفتح قوس بنحدد أقيم الأكمل بالخصومات لمين كانت للمحاسب يساوي. ماين نفتح قوس الخصم الأصغر لمين 200 ليرة للمبيعات. أوكي طيب نجي على راتب الصافي، أنا هعمل نسخة تنسيق، لا عفوا أعمل نسخة تنسيق، راح انسخ تنسيق من هون الخصومات جيبها لهون، راح انسخ هذا حطه هون. راح كبر شوي، لاحظوا انه الكتابة طالعة. هذا عمل له النسخ، اللصق النسخ تنسيق لصق النسخ التنسيق لصق نسخ التنسيق لصق نسخ التنسيق لصق. طيب الراتب الصافي راح نستخدم، ممكن نستخدم دالة الجمع دالة سم، وممكن نستخدم دالة إف، فبالتالي راح نستخدم أولا دالة سم، راح أكتب يساوي سم تحقوس الراتب الإجمالي زائد المكافآت ناقص الخصومات فك القوس. لاحظوا كل خلية بلون، فبالتالي للتأكيد راح يجي لهون أعمل هيك. فلاحظوا الخلية الزرقاء ليك الزرقاء محطوطة باللون الأزرق، الخلية الخضراء ليك الخضراء، الخلية الموف ليك لون الموف K5. فبالتالي هدول الخلايا هن الثلاثة عبارة عن الراتب زائد المكافأة ناقص الخصومات بيطلع معي. بحط أنت، لاحظوا أنا هون لما بحرر الدالة بكبس بآخر الدالة مشان ما يصير مشكلة. كمثال ليش هالحكي هذا، لو اجيت على 38,000 وجيت عملت هيك كمثال وديت عملت هيك، لاحظوا شو صار، اختلفت الدالة كلها، صار في مشكلة بالدالة اللي كبست أنا الدالة لأنه حساسة جدا وين ما كبست بتلقط، فأنا ضمن الدالة كبست برا فصار هالمشكلة. إذا بدي استراجع بعمل كنترول صار خطأ، بعفوا انتر، برجع بكنترول وزد للدالة الأساسية. فدايما انا بكبس برا القوس مشان ما تتحرر الداله ويصير في مشكله فيها. انت 38,000 للاعاده بكبس يساوي صم جمع راتب زائد المكافاه ناقص الخصومات. لاحظوا هون
ما كان يطلع معي. ليش؟ لأنه الدالة أخذتها هلا، إذا كانت لسه الدالة أخذتها لقدام، فبالتالي ممكن أنا أكتب رقم يدوي هون، يعني أكتب كي 6 هون، أكتب ناقص كي 6 مثلا هيك بهذا الشكل. فاضل هون أنا عم بيجي أكبس، يجي أكبس، يجي أكبس، يجي أكبس، ما عم لاحظوا، ما عم لاقي مثل هون مثلا، مثل هون لاحظوا لاحظوا هون أنا لما حط هون شلون المؤشر صار بشكل حرف اي، لكن لما بكون مؤشر بشكل حرف زائد في نضيف، لاحظوا ضفت واحد او غيرت المعنى كله، فبالتالي انا هون في عندي مشكله. يعني اذا حطيت زائد حطيت هي لاحظوا بياخذها، اذا حطيت هي لاحظوا بياخذها، فبالتالي انا جيت بدي اخذ هي اللي هي الخصومات كمثال مثل قبل شويه، فما كانت تنضاف معي، هلا انضافت. ليش؟ لانه كان الاسم شاطح لهون، فهون لقاها. فاذا خلصت الاكسبرس انت بتاكد انه 35000 ناقص 200 زائد صفر، 35000 ناقص 200 بضل 35200، هذا غلط. فبرجع الدالة اللي حتى صححها وبقول له اي 16 اي 6 عفوا اي 6 زائد المكافأة ناقص الخصم، بعطيه انت، فصير عندي 34 و800، هذا ناقص اخذ لي ناقص، هذا ناقص، تمام. فانا مشان ما اعيد تطبيق الداله على كل الارقام او للتكرار، فيني انا اطبق الداله كمان للارقام مشان انتم تاخذوها، في يصير عندكم خبره فيها. يساوي سم، بفتح قوس بقول له راتب زائد المكافاه ناقص، بيجي لهون لاحظوا ما لقيت، دقيقة ليكو لقيتها، شايفون هون ما أخذ دالة، هون أخذها، بكبس أنت، بكبس عفوا الكبسة، أخذها لقطع ناقص كي 7، بعدين بعطي أنت، لاحظوا 28000، 25000 زائد 3500، 28500 ناقص 500 ضل 28 نظامي. برجع الدالة اللي بعدها كمان بقول سم يساوي سم، بفتح قوس 20000 زائد 2022 ناقص الخلية هون، محتويات الخلية 900 بصير 21100، كنترول از دائما لا الحفظ. كمان يساوي سم، بفتح قوس 30000 زائد 1000 ناقص كي، لقطة ناقص كي 9، تمام 370، بيجي رقم واحد يساوي سم، تحت قوس 22 زائد مكافأة 4000 26 ناقص محتويات الخلية الموجودة هون اللي هي 950 ضل 25 و250، هم تمام تعطي صح. طبعا أنا هي ما بيع اليومية سكرتها، بدي أرجع لبلاد في برنامج الإكسل. اوكي فبرجع ب تطبيق دالة المجموع على الراتب الصافي، ف باخذ لاحظه اذا شديت اشد لهون بيعطيني مجموع الراتب الصافي، لاحظي هون مجموع الراتب كان عندي 162 صار 177 و850 بعد ما اعطاني بعض الخصومات والمحسب لي المكافآت والخصومات. نيجي على متوسط الراتب 27 غير المكافأة، متوسطة المكافأة 3600، الخصومات 6800، متوسط الراتب الصافي 29600 وإذا 41. نجي لعدد الموظفين 6، 1 2 3 4 5 6. نجي للمتوسط الأكبر اللي أخذ أكبر قيمة هو 38000 مثل ما لكم ملاحظين. نجي للي أخذ أكبر أصغر قيمة من القيم هو 21 و100 مثل ما لكم شايفين.
بهالطريقة هاي قدرنا إن إحنا نستخدم دالة أو عدد من الدالات الهامة في برنامج الإكسل مثل ما شفتوا. يعني هون استخدمنا دالة الجمع، دالة سم، لاحظوا دالة سم، إذا نزلنا تحت هون استخدمنا دالة افريج متوسط، بتعطيني متوسط القيمة للقيم العددية كاملة. وعندنا هون كاونت، عدد الأعداد في الخلايا، عدد 1 2 3 4 5، مع تحذير بعدم وضع صفر إذا ما كان في قيمة، خليها فارغة بدون وضع لأنه حساسة جدا الدالة هي. وبنيجي عندنا دالة ماكس اللي بتعطينا أكبر قيمة بين الموجود، وعندنا دالة ماين اللي بتعطينا أو أقل قيمة اللي بتعطينا أصغر دالة بين المجموع. لنفرض إنه اشتغلنا بشركة معينة، وهي الشركة اضطرينا إنه نعمل جدول تكلفة لمادة معينة، فبالتالي بجدول التكلفة راح يكون عندنا نحن استعمال لأكثر من دالة بالدول. فلنفرض أنا عم سوي أنا جدول تكليف لمادة معينة، اسم المادة، عدد الإنتاج، قوات المادة داخلي، تصنيع، طبعا أنا راح أسويه على صفحة جديدة أحسن، اسم المادة، عدد الإنتاج، مواد داخلة، التصنيع، العناصر الداخلة في التصنيع، القيمة، العدد، قيمة ليرة، إنسان، القيمة، دولار، القيمة النهائية. راح أعمل توسيط. راح أعمل تحديد كافة الحدود. راح أعمل دمج هون. راح أعمل هنا 14. الله أحسن. ثابتة. كمثال راح نقوم نحن بإعداد جدول لا إنشاء تكلفة لشركة ألبسة. هي الشركة هذا راح يكون عندنا عدة مصاريف لازم ندخلها بالإنتاج من تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، فبالتالي أنا بحط كل التكاليف وأحسب القيمة بحيث انه يعطيني بالنهايه التكلفه الاجماليه الصحيحه. عندي هون التكاليف ثابته، عندي هون
هذا عندي هذا جدول التكلفة، راح أعمل له تحديد كمان، عم بعطيه شوية جمالية مشان يكون أفضل أرتب مثل ما بيقولوا. أسعار الشركات الجملة، أسعار المفرق، راح آخذ هذا، أعمل له نسخة تنسيق، نسخة تنسيق، نسخة تنسيق، نسخة تنسيق، نسخة تنسيق. تكاليف ثابتة، فهذا عندي واحد، القيمة النهائية راح استخدم دالة سم، عفوا دالة اف، دالة اف بتقول أنا هون الغاية من إني حط التكلفة النهائية سواء كانت بالدولار أو بالليرة التركية. مثل ما بتعرفوا اليوم بالشركات بيتم استخدام أجسام من عملة، فأنا لحتى ما أعمل جدولين، جدول للتكاليف يلي بتكون بعملة معينة وجدول للتكاليف اللي تكون بالعملة الثانية، فأنا عملت جدول مشترك، جدول مشترك، واستخدمت دالة إف بحيث إنه أنا العملة تكون العملة الدولار مثلا كمثال، العملة الأساسية إذا كان عندي مثلا عملة أساسية الدولار والليرة عملة ثانية، فبالتالي أنا أكترية العناصر راح تكون بالدولار وكمية قليلة من العناصر راح تكون بالليرة التركية. فأنا لحتى ما أعمل جدولين، جدول للتكاليف القيمة بالدولار وجدول التكاليف القيمة الليرة التركية بالقيمة الليرة التركية، وبدي أجمعهم مرة ثانية وأعطي النتيجة النهائية، لا قررت إني أعمل جدول واحد باستخدام برنامج الإكسل بحيث إني أنا آخذ القيمة الكاملة مع بعض. شلون هيك؟ كالتالي دالة إف بتقول انه في عنا انا عندي شرط بدي اختبره، هذا الشرط اذا تحقق بدي احط لي قيمه لوكال تيست، هذا الشرط هو بدي يتحقق، اذا تحقق هذا الشرط بدي يحط لي فاليو اوف ترو فاليو اوف فيلز، يبدي يحط لي قيمه صحيحه او قيمه خاطئه. بمعنى محاسبي انه اذا تحققت هاي القيمه حط لي، او اذا تحقق هذا الشرط، اذا تحقق هذا الشرط تمام حط لي هالقيمة يلي راح أقله عليها، إذا ما تحقق هذا الشرط وإلا حط لي القيمة الثانية، يعني تو فيز مو بتعني صح أو خطأ، هي بمعنى إنه يا حط لي هالقيمة يا حط لي هالقيمة. فكمثال كمثال أنا راح أقول له إف إذا كانت عندي هون إف 6، إف 6 أكبر من الصفر، إذا كانت إف 6 أكبر من الصفر حط لي، راح أحط فاصلة نقطية طبعا، حط لي القيمة عبارة عن إذا كانت اف 6 هي أكبر من الصفر حط لي اف 6، اف 6 تقسيم فاضل صار 32 ونص تمام. إذا كانت الموجودة هون أنا لاحظ القيمة راح حط لي إياها هون، هون أنا كابس هون، فبالتالي النتيجة راح احط لي هون. فأنا قلت له الشرط إنه إذا اف 6 هي أكبر من الصفر، إذا تحقق الشرط، إذا هذا الشرط لوجال تويست تحقق
ظل وقفته الصحة تبعه أو القيمة الأولانية حط لي إياها، مسك الإف 6، مسك الإف 6 قسم لي إياها على 32 ونص، أعطيني قيمتها بالدولار وحطها هون. إذا لا شو بتساوي؟ بتيجي إذا الشرط الثاني، لا هنتقل للشرط الثاني. لاحظوا أنا بس عم حط الحافل الكيبل العربي، الفاصلة النقطية هي عبارة عن حافل الكيبل العربي وأنا قالب التركي أو الإنجليزي. فخلص انا قلت له الشرط اذا اف 6 اكبر من الصفر الموجود، القيمه الموجوده اللي هون انا هون القيمه بدي احط لي بهي الخليه، فاذا قلت له اذا هي اكبر من الصفر امسك هي وقسم لي اياها على 32 وحطها هون، اذا لا شو بتساوي؟ حط لي جي بس جي 6 واللي هي موجوده هون. رح سكر الشرط دالي اعطيه انت لشوف. كمثال انا قلت له اذا القيمه هون فرضا 30 قسم لي 30 على 32 ونص وحط لي القيمة هون. أنا إذا قسمت 30 على 32 ونص فعلا بتطلع قيمتها 0.92377. إذا ما لقيت القيمة هاي حط لي القيمة الموجودة هون. هون بدي احط انا او هون احط انا هون الكات واحد، احط ثلاثة هون فرضا ثلاثة، رح طبق طبعا الدالة على الكل، رح طبق الدالة على الكل. أنا هون رح أعمل تعديل صغير، رح أقول إنه 32 ونص رح بس أضربه ضرب اي 6، اي 6 والا خد لي جي 6 بي اي ضرب اي 6. اوكي طيب، توضيحا للي عملته، طبعا انا ما كنت اعطيه ضرب العدد، كنت اعطيه بس القيمه، اذا كانت موجوده هي حط لي اياها هون، اذا مو موجوده خذ القيمه اللي هون بالليره التركيه قسم لي اياها، ساوي لي اياها بالدولار وحطها هون، مشان كل هالقيم هاي تكون بالدولار، لكن انا ما كنت ضارب بالعدد، يعني قد يكون عندي تكاليف ساعة عدد واحد، قد يكون عندي عدد اثنين، فالى الاخير ما كنت ضاربها، فبنرجع للقيمه، هلا انا رح صفر هون، صفر. فرض انا عندي تكاليف ثابته بالليره التركيه هي للقطعه بتتحملها كمثال 1000، فشو بيساوي هو؟ اجى طلع هون، طلع هون لقى هالقيمه هي قسمها 32 طلعت معنا بالدولار، ضربها بعدد التكاليف يعني كم وحده؟ وحده بس، حط لي اياها هون. طيب بنيجي مثلا على الكارت وعلي او نمرة الى اخره، انا حاط له انه عندي 4 دولار، فهون اجى طلع هون بحث على القيمة ما لقى القيمة، لقى القيمة صفر، فدغري نط على هالقيمة وضربها بهي القيمة لحتى اعطتني القيمة لأربعة، مثل ما تكون شايفين اي جي 7 بي اي جي 7 بي اي 7 بي اي 7 جي 7 بي اي 7. طيب نفرض ان قيمة القماش مثلا انا اخذت 60 سم من قيمة القماش اللي سعره 5.5 دولار، فهو شو سوى؟ اجا طلع هون ما لقى القيمة، فاجى دغري مسك هاي القيمة اللي هون الدولار ضربها بهي وحط لي اياها هون. طيب فرضا القماش الثاني انا شايب الليرة التركية واخذ 90 سم، طبعا هون المتر او الوحدة الواحدة هي متر، مترين ثلاثة اربعة، سعر المتر مثلا 50
5.5. طب اذا كان بدي 50 سم بحط 0.5، 60 سم 0.6، 90 سم 0.9. المهم ففرضا انه مستعمل قماش ثاني، انا مستعمل 90% 90 سم من قماش، استعمل متر تبعه 85 درهم. فبتبقى تكون شايفين مثل ما تكون شايفين، اجا اطلع لقى هون في عدد، مسكه وقسم هذا العدد على 32.5، قسم على 32.5 ليطلع بالدولار، وضربه بقديش اكل قماش، وحط لي القيمة هون. هلا هون فرضا انا هون بدي رقمين بس بعد الفاصلة، فبمسك انا عندي الفاصلة الموجودة هون بعمل لها هيك مثل ما تكون شايفين، وبمسك كمان بشحط لحتى اطبق على كل شو اسمه. لاحظوا اعطاني بس رقمين بعد الفاصلة عشان ما يطلع عندي فواصل كتير. طيب فرضا القماش تايد اخذ متر ونص ب 18 دولار، عفوا ب 18 دولار. اكسسوارات اخذ 4 اكسسوارات، سعر الاكسسوار ب 30 ليرة، فبيطلع 3 دولارات فاصل 69. فرضا الخياطة أكل قطعة 250 ليرة، تطلع 7.99 دولار. امبلاج أكل فرضا 120 أو لنفرض 2 دولار، فبالتالي 2 أبدأ حاطط أنا 5 دولار على القطعة، فبيطلع كل هدول. هلا أنا التكلفة، مجموعة التكلفة باخذها كالتالي، بإني أمسك دالة صم المجموع وحدد، هو حددها تلقائي بس انا بتاكد حددها من هون لهون، بعطيه انت، طلع لي قيمه التكلفه 85.81. اذا كان انا بدي اعطيها لطرف معين، فبتقول لي حتى ما اتذكر من عني بيجي لهون شوف اي عمله مكتوب عليها دولار، ما بيأثر، بس هي بتاخده نفسها اسبانيه دوليمكان الى اخره، رمز الدولار بحطه 85. اوكي احمل نسخه تنسيق، نسخة تنسيق. طيب هلا عندي انا سعر التكلفة 85 دولار طلع للقطعة، 85 للقطعة. اسم المادة بلوز نسائي، فرضا بلوز نسائي صيفي، فرضا الانتاج 200 قطعة. ممكن احنا هون موديل 6005. فالمهم انا بعد ما سويت هيك طلع عندي مجموعة تكلفة، بدي سعر الجملة. فرضا سعر الجملة هو عبارة عن سعر التكلفة وحاطط ربح فوقه 10%، فبالتالي ممكن انا استعين بدالة صم يساوي صم مجموع هذا العدد ضرب مثلا 10 او 12%، طلع عندي انا هالمربعات دليل انه العدد الموجود اكبر من الخليه، فبالتالي شوف ضرب 12 طلع معي انا عدد كبير، هو 1029. هذا غلط، انا بدي احط 0.12، ف 0.12%، وهذا كمان غلط لانه حط لي هو بس القيمه هي ضرب 0.12 وحطها هون، فانا بدي اقول له ضرب 1.0.12، فبالتالي بتطلع قيمتها. طبعا ليش ضابط انا؟ انا قلت له اضرب لي هي القيمه ب 1 وفوقه 12، بمعنى انه قلت له اضرب لي 85 بنفسه وفوقه 12، فطلع عندي 96.10. لسعر الفرق كمثال راح اخذ سم اضرب لي اياه، اضرب لي المجموعه التكلفه، لاحظ عم باخذ مجموعه التكلفه انا، طيب 1.20. طبعا كل صفر بعد الفاصلة، كل صفر بعد الفاصلة 10 على اليمين هون يعني ما له قيمة، بعد الفواصل ما له قيمة مثل ما لاحظين انتم، 96.10، 96.10، 96.1000 ما بيأثر، هي بعد الفاصلة الصفار مثل قلتها. فراح اكتب هون سعر الفرق 1 فاصلة ال اتش 16 ضرب 1.20، فراح يعطيني انه سعر البيع
للمفرع هي 102.97، وللجملة 96.10، ولا التكلفة هي تكلفة 85.81. طبعا رح ناخذ مع بعض استراحة صغيرة ونرجع مع نكمل مع بعض بإذن المولى باقي المحاضرة.
تمام اخواني، نكمل مع بعض ان شاء الله. فبالتالي لما انشأنا دالة اف، او لما استعملنا دالة اف، قدرنا نحن نستفيد من برنامج الاكسل بتخفيف الوقت والجهد والتكلفة. اليوم انا بما اساوي بطاقتين تكلفة لا العملة هي بطاقة تكلفة، العملة هي يصير عندي بطاقتين تكلفة، شوية مصاريف بهي وشوية مصاريف. لاحظوا في عندي أنا هون أربع مصاريف أو أربع عناصر بالليرة التركية، وعندي هون خمس عناصر، واحد اثنين ثلاثة، خمس عناصر بالدولار. فبالتالي قدرت أجمع أنا بطاقة إنتاجية واحدة، وبالتالي إني أحصل على تكلفة واحدة، مشان لا أضيع أنا ولا أضيع صاحب العمل ولا أضيع المسؤول عني ولا أضيع الزبون ولا يضيع بياع أجنبي. فبالتالي قدرت أستفيد من برنامج الإكسل على هذا السبب. ممكن أنا مثلا أطبق الموضوع على مادة تانية، فممكن عن طريق إني أعمل كنترول سي كنترول في. طبعا خليني ألغي هذول عشان أضل على الزاوية دائما كمثال. راح أعمل هيك بهذا الشكل، هذا عن تصفير ديليت. لاحظوا تكاليف سالتي، تكاليف عدد الإنتاج كمثال 100 قطعة، موديل 6008 كمثال. تكاليف ثابتة 1 4 دولار. بس بدي أتحكم فيه أنا بالمدى اللي بدي إياه، كبت عليه 1 ونمر إلى آخره ب 4 دولار. ماش 1 مسبارة 0.85 سنتي ب 850 ليرة للمتر. القماش 2 0.77 سنتي 4.5 دولار. في عندي قماش تاني 0.6 ب 250. في عندي اكسسوارات ب 4 اكسسوارات، الواحد حقه 75 سنت. في عندي خياطة بقيمة 350 ليرة. في عندي امبلاج دولارين، وعندي ابداع كمثال 5 دولار. فبتلاحظ لحظة كله اوتوماتيك، عم يتغير 4 دولار، كله عم يتغير اوتوماتيك. كنترول اس لحتى دائما اقدر استفيد من البرنامج او الداله وما تو. بهالطريقه هاي قدرت انا اعمل جدول تكلفه عن طريق برنامج الاكسل بدون ما اخذ وقت جهد وتكلفه كبيره. طيب مو شو ممكن استفيد من برنامج الاكسل؟ شفتوا مثل ما شفتوا برنامج الاكسل، قدرت اني ساي فيه دفاتر، افتح فيه الدفاتر، قدرت اني اقوم بعمل تكلفه معينه. ممكن عن طريقه كمان اني اعمل مقارنه او جداول بيانيه، جداول بيانيه للمقارنه بين اللهم صل على محمد، بين التكاليف المختلفه. ممكن اعمل اي شيء انا بينطلب مني لحتى اقدر انظم بياناتي بطريقه صحيحه. العناصر الدور العناصر الدول المحاسبيه مثل ما شفنا سابقا بتنطلق من التسجيل في دفتر المسوده، للتسجيل في دفتر اليومي، للتسجيل في دفتر الاستاذ، للترحيل او اقفال دفتر الاستاذ في ميزان المراجعه الاولي، ثم الانطلاق لميزان المراجعه او القيام بعمليات الجرديه النهائية، ثم القيام بإعداد ميزان المراجعة النهائي. بعد ذلك يتم بتسكير ميزان المراجعة النهائي بالحسابات الختامية الثلاثة المتاجرة، ثم الأرباح والخسائر والميزانية، علما أنه المتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية تستعمل في الشركات التجارية والخدمية، أما في الشركات الصناعية يضاف حساب رابع اسمه حساب التشغيل، يسبق حساب المتاجرة ويكون رديف له، حيث يتم إقفال رصيد حساب التشغيل في حساب المتاجرة، ثم يتم إقفال رصيد حساب المتاجرة في دفتر الأرباح في حساب الأرباح والخسائر، ثم رصيد حساب الأرباح والخسائر في الميزانية العمومية أو النهائية أو الختامية.
بهاي الطريقة قدرنا نحن نسجل أو نستفيد من بعض الدالات الموجودة في برنامج الإكسل. راح انهي برنامج محاضرتي برنامج الإكسل اليوم، وراح ندخل قليلا ببرنامج الورد يلي ممكن يستفيد منه أي محاسب. أنا كمحاسب ممكن أعتاز أو ممكن أضطر إني أعمل غلاف للتقرير اللي بدي أعده أنا، فبالتالي هذا الغلاف أو هي المقدمة يلي راح أحطها أو الملاحظات أو الرؤية أو المعطيات أو أي مساءلة أو أي تعقيب ممكن تقوم فيه أو اضطر إلى كتابته، فأنا هستخدم البرنامج الثاني في مجموعة أوفيس، هو برنامج الوورد اللي كمحاسب أيضا أنا ما بستغني عنه، إضافة للإكسل والبرنامج المحاسبي. فهقوم بالحفظ وانتقل لبرنامج الوورد. راح آخذ يني مايكروسوفت وورد دوكيمنت، راح أسميه غلاف غلاف، آخذ انتر. بس طبعا راح تلاحظوا شغلة مهمة جدا، انه برامج الاوفيس تمتاز بانه القوائم تقريبا متشابهة الى حد معين. بعض الامور مضافة كخاصية لكل برنامج على حدة، اما اغلبية البرامج اغلبية النوافذ فهي مشتركة مثل ما لكم شايفين، ولو كحد أدنى في برنامج الإكس والإكسين والوورد عفوا. طبعا هي واجهة برنامج الوورد. برنامج الوورد عادة يستخدم للتنضيد. كنا سابقا لما كنا ندرس بالكلية بالجامعة بالمعهد نضطر إنه نكتب دراسة جدوى أو نكتب مراجعة معينة أو حلقة بحث، فبالتالي هالأمور كلها بيتم تنضيدها أو كتابتها على برنامج الوورد. برنامج الوورد اسمه وورد يعني كلمة، فهو خاص بترتيب الكلمة بشدة بمقطع بتنظيمها بوضع فواصل بتكبير الخط تصغير الخط، فهو يعنى بالكلمات أكثر من الأرقام. برنامج الإكسل يعنى بالأرقام، برنامج الوورد يعنى بالكلمات. لنتعرف على برنامج الوورد. برنامج الوورد كالعادة راح أسكر أنا وأد أفتح. لما افتح الدوكيمنت او المصنف الوورد، فبالتالي راح يطلع لي على الواجهه الرئيسيه، دائما على الصفحه الرئيسيه مثل ما لكم شايفين. ملاحظه هامه جدا، باستعمال من خلال خبرتي ببرنامج الاوفيس، فانا بستعمل مايكروسوفت 2010. مايكروسوفت 2010 هو عاده بيتم استخدامه لمده معينه، بعدين بيطلع الصفحه هاي الصغيره بتقول اللي بتخبرنا انه لازم نحن نعمل تنشيط للبرنامج، لكن بيشتغل بشكل عادي مجرد اغلاقه القوائم بتضل ظاهره، بعكس القوائم بعكس النسخ الحديثه 2013 16 19 21. طبعا النسخ الاوفيس كل 3 سنين بتيجي نسخه، فبالتالي هذيك النسخ مجرد ما تم شراءها بقيمه تقريبا 400 700 ليره تركي حسب النسخه، وفي نسخ اغلى من هيك حسب سعر المبيع. فالكود تبعها لسنة بعد سنة بصير لازم رد اشتري نسخة، ولما بضطر اني انا استعمل النسخة بدون كلمة، فبالتالي كل هالقوائم هاي تطلع بلون باهت وما بقدر استعمل نسخة مرة ثانية، فبنجرب اني استخدم اني اشتري نسخة جديدة، او ممكن الجأ لنسخة 2010 اللي انتم شايفينها يلي تعد وسطية بين النسخ القديمة والحديثة. الصفحة الرئيسية طبعا كل قائمة من قوائم برنامج الوورد تتضمن بعض الملفات بعض القوائم أو الأوامر الهامة اللي راح نقوم باستعمالها. كمثال إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما لكم شايفين هون تم تشكيلها تلقائيا. أنا بدي أكتب مقدمة للتقرير اللي بدي أقدمه للجهات المعنية اللي عندي، فبالتالي بلشت بسم الله الرحمن الرحيم حطيتها. ممكن نحن ما نلجأ لا التعرف على قوائم الوورد مثل ما عملنا ببرنامج اكسل، لكن رح نبلش تطبيق على برنامج الوورد لحتى نفهم البرنامج بشكل اكبر.
فأنا راح أقوم بداية بعرض، راح أكبس على العرض أقول له بدي تظهر لي المساطر اللي شايفينها أنتم، المساطر الطول والعرض مثل ما كنا هنيك. كان عندنا شيء اسمه اللهم صل على محمد، الأرقام الأسطح والأعمدة. هون عندي المساطر، طبعا الغين من المساطر مثل ما نكون شايفين، أنا عندي هون مسطرة بالطول، مسطرة لعرض الصفحة ومسطرة طول الصفحة. فأنا مجرد أنا ما كبست على هذا الفاصل، لاحظوا بتظهر عندي الهوامش، بتظهر عندي الهوامش مثل ما نكون شايفين. أوكي، بصير في عندي تصغير لحد الكتابة، فبتلاقي بكتب أنا دغري بينزل على السطر التحتاني يلي عندي. فأنا أول شيء عملت له إظهار للمساطر، اثنين رجعت على الصفحة الرئيسية قلت له أعطيني تنصيص للنص. بعدين حددت النص، قلت له أعطيني بصيغة، بدي إياها بصيغة أكبر. ممكن أنا أغير مثل ما تكون شايفين اسم الخط. مجرد انا ما وصلت للنقاط هون برفع لفوق، فبالتالي بنزل بالاسهم لحتى اختار خط معين كمثال. مجرد ما باخذ انتر، طبعا السبب في رفع هاي القائمه لفوق، احيانا بكون عندي كتابه انا قفل النافذ الظاهر، فبالتالي حتى اشوفها بضطر ارفعها لفوق. المهم بعد ما خلصت كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، اخذت انتر سطرين فاضيين او صديق فاضي. فاجيت اخذت تنصيص، اخذت ازاحه لليمين. هلا هون مثل ما يكون شايفين في عنا بالنسبه ل اللهم صل محمد، اتجاه الصفحه هو غايب عنا. ليش؟ لانه هون خلص الكتاب بالنسبه للعربي والانجليزي فيني اتحكم فيها بشكل اسهل من هنيك. فراح ارجع للصفحه الرئيسيه، اقول انا عندي هون الخط 24، راح اصغره كمثال لل 16 بناء على ما طيات البيانات السابقة عن عدد العمال والرواتب الشهرية والمكافآت والحسنيات الخاصة بهم، نوصي بما يلي كمثال واحد. طبعا لاحظوا انا مجرد ما حطيت شخطة واحد عمل لي هالامر هذا او هالتوضيح، عمل لي رقم لك تلقائي، ايقاف انشاء قوائم ذات تعدد رقم تلقائي، والخيار التحكم بالتنسيق التلقائي. انا هون اذا كبس كمثال عملت كتابة هيك واعطيته انت، فبالتالي دغري بيعطيني اثنين، بيعطيني ثلاثة ترقيم تلقائي. إذا ما بدي فيني آخذ تراجع مثل ما يكون شايفين سبيس، فبالتالي بيضل. فأنا إذا بدي هذا الترقيم مثل ما يكون شايفين فوق، طلع لي هذا الترقيم، فيني غير أنا الترقيم تلقائي لكم. هون صار عندي عدة أشكال، عندي نقطة، عندي قوس، عندي ألف بي، عندي أي بي إلى آخره من الأحرف الرومانية. فاللي بدي إياه أنا ممكن أستفيد منه أو أحطه. فأنا كمثال بدي هذا، فيني انا كمان اني بعد الاسطر عن بعضها مثل ما لكم شايفين عن طريق التباعد. هون خيارات تباعد الاسطر، لاحظوا كل ما اعطيته اكثر بيعطيني اكثر. فيني مثلا حط سطر، حط تحت الكلام، فيني اعمله عريض، فيني ميله، إضافة لأني فيني شيء اسمه شد الكشيدة، شد الكشيدة أو جعل الكلمات متساوية أو شد الأسطر. كمثال إذا قلت له أعطيني كشيدة، كشيدة كمان صارت صغيرة، كشيدة أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، بمعنى مط السطر. لاحظوا الموضوع، الكشيدة هو كالتالي، إنه هو بيخلي لي كل الأسطر يلي عم بكتبها أنا اتوصل لهون. حتى لو كان مثلا، لأنه نفرض اني انا كتبت كتابة لهون فرضا كمثال،
لاحظ ايش صار، شدلي لحتى صار على نفس هذا المستوى او نفس الحجم. هاي بنسميها كشيدة مشان التساوي، مشان يكون في جمالية اكثر. يعني لاحظوا العرض من هون لهون لهون، لاحظوا العرض من هون لهون بالنسبة لهذا السطر هو نفس العرض من هون لهون، نفسه تماما. لكن بالنسبة لا الهوامش، لاحظوا من هون لهون العرض ممكن يكون مختلف. فإذا كان في اختلاف فأنا ممكن أعمل هيك، ممكن أعمل هيك حسب ما بدي بالنسبة للأسطر والأعمدة الموجودة يعني. فبالتالي أنا هعمل حذف، ممكن أعمل تراجع إلى آخره. أعمل اللي بدي. طبعا أنا هون رح أغير نوع الخط. طيب اوكي، راح ارجع على الصفحة الرئيسية. وغير موديل الخط، موديل الخط انا ما عجبني، شفتوا لاحظوا شلون الكتابة صارت مخبية، فانا ارجع. اوكي تمام، راح أغير نوع الخط. انزين انزين لحتى ألاقي شيء مناسب أكثر من ذلك. أوكي يعني أحاول إنه ألاقي شيء أفضل. فبالتالي راح نعطي إضافة لذلك لنا المعطيات، يعني شيء أفضل، شيء جميل. الخيارات أحيانا بتكون طبعا خيارات بتحير. أنا راح ألجأ لها. أوكي. عندنا هون خط. اوكي يعني رح ناخذ هذا ال ما في هذا الخط، رح ارجع اعمل كنترول على خط ثاني. عملت كثير خط ثاني. يلا اوكي، هذا منيح. اوكي هذا منيح. طيب راح اقوم الان بتبديل باقي الخط لحتى باقي الخطوط لحتى يصير عندي نفس المبدأ. لاحظوا انه هنا اريان، فانا لحتى ياخذ نفس الخط اعمل حذف لهون، راح يجي لهون مشان ياخذ نفسه، وراح اعمل واحد شخطة صفر يجب زيادة عدد العمال من عدد 15 من أجل ضمان استمرارية العمل وتخفيض التكاليف من خلال ارتفاع عدد القطع المنتج نقطة. تمام، مطالب أو يجب على مسؤولين في القسم أن بذل جهد أكبر من خلال من عدد إضافي من البائعين أو زيادة ساعات العمل يوميا
نوصي بتخفيض. الإضاءة الموجودة سبب وجود فائض هدف واضح الإضاءة. أوكي. هلا هون أنا في نقطة إني أنا ما بدي الخطوط اليوم، ممكن أنا أحط بخط آخر كمثال، ممكن أحط تحديد على الخصمية، زيادة عدد العمال، ممكن أحط الخط بدل جهات أكبر. مثال بذل جهات أكبر، تخفيض الإضاءة، تخفيض الإضاءة الموجودة. طبعا أنا في عندي مشكلة بالفار لذلك ما بقدر أنه كنت رئيس دايما كنترول اس دايما للحفظ بستعملها كنترول اس كنترول اس دايما بستعملها مشان الحفظ. طيب بهالطريقة لاحظوا بس غلطت شوي عندي الكتابة، شوفوا شو عندي أوامر أخرى، لاحظوا إذا أجيت لهون بصراحة، لاحظوا اتجاه الكتابة هي مشابهة لاتجاه الصفحة في الإكسل، في بقى اتجاه الكتاب بالإكسل ولكن هون واضحة بشكل أكبر مثل ما لكم شايفين. عندنا هون الأسطر تبع بين الأسطر ما بدي يكون كمثال كبير كتير، 1.5 بكفي. بنجاب أعمل حدود أو مربعات حلوة الحدود، الخط الخط حاسه نعم نجمين ما فيها جمال. طبعا في أمر كتير هام، برنامج الوورد بياخد أنواع الخطوط من الخطوط الموجودة في قاعات بيانات الكمبيوتر، فبالتالي إذا ما كان عندي أنا قاعدة بيانات الخطوط جميلة فبالتالي ما رح يطلع عندي كل الخطوط الجميلة، فبضطر إني أنا أقوم بتنزيل خطوط إذا كنت أنا كتير مثل هلا مثلا الخطوط ما هي على المستوى المطلوب، فممكن أن أنزل من كمية خطوط وأحطها أو أقوم باستعمالها مثل ما تكون شايفين. انا حطا استعمل هذا الخط بس كنت اس. طيب بعد ذلك ممكن مثلا نستفيد من علامات الترقيم، ملاحظة ملاحظة هامة
لك مشاكل. تمام. طيب طريق يعني شديد ممتاز منذ ستة أيام. ممكن نسأل هون نحن، وبالتالي راح أعمل أنا كالتالي، راح أقيم راح أجرب أخذ أنواع خطوط موجودة هون، لحظة ممكن استفيد من الأنواع الموجودة لأعطي جمالية أكثر. كبر الخط ل 16، أعطيك رشيدة متوسطة، راح أقيم الواي، راح أخلي البيناتهم 1.5 مثل ما كنا. لحظة نزل الملاحظة، حط الملاحظة لتحت، لازم مثل ما نفترض أن نحن أخذنا بهذا الشكل هذا، راح نضبط التشيدة وسطا، ناخذ 1.5 أو 2. لا تمام، نكمل مع بعض الدراس بدأ. أنا هوني باخذ غلاف لحتى أضبط التقرير اللي أقدمه، بدي أقدمه للإدارة، سواء كان طبعا الإكسل البرنامج وورد بيعطيني بعض الخلافات اللي ممكن تقوم بها الغرض هذا أو تؤدي غرض. فبالتالي هون كمثال 2024 المالية المقترحات عن المقترحات تطوير الإنتاج الإدارة. المالية تم إعداد تقرير من خلال شراكة قسم
24. ثلاثة عشر ثلاثة 2024. لاحظ شو صار عندي؟ صار عندي غلاف وصار عندي الصفحة اللي عم بكتب فيها. ممكن مثلا كمثال إني أضيف أمور ثانية. لاحظوا أنا بالصفحة الرئيسية ممكن نضيف صورة، ممكن نضيف شكل، ممكن نضيف رسم برياني، سمارت آرت مثل ما أنكم شايفين، ممكن نضيف توضيح، ممكن نضيف حتى مخطط كمان يشرح العمليات، ممكن نضيف لقطة شاشة معينة ممكن أنا أخذها. لاحظوا وبالتالي لقطة الشاشة أمام النص لاحظتها. لاحظوا كمثال يعني أنا ضفت لقطة الشاشة موجودة موجودة عندي. هاي لقطة الشاشة ممكن أنا أقوم بعمل إبداع لها أو تثبيت لها مثل ما لكم شايفين. ممكن أمسك هون ضيف توضيحات بتأكد صدق التوصيات المأمنة، انتو الاس دائما انا بتوسع، اضافة لحجم الموضع التأثير، اضافة مثل ما انتم شايفين كيفية عدة امور تنظيف بالنسبة للصفحة اللي شايفين. طيب بعد ما قمنا بإدراج هالامور هاي ممكن انا كمان اضيف كلام برأس مثل ما انتم شايفين. في عندي إضافة رأسية و إضافة للتسجيل، فأنا رأسية مقترحات تطوير الإنتاج مثل ما انتم شايفين. لاحظوا شو صار عندي بالصفحة الأولى، دائما مقترحات تطوير الإنتاج ما كانت موجودة قبل. ممكن أنا أضيف كمان التسجيل، لا التسجيل ما عندي شيء، أنا بصفحة الصفحة ما عندي شيء، فهيك بس إدراج عندي التسجيل. فبالتسجيل راح أحط ممكن حط بالنص رقم الصفحة كمثال. لاحظوا شو صار الصفحة واحد، فأنا لا صار كل ما نزلت لتحت لاحظوا شو صار مقترحات تطوير الإنتاج بقى أطلع وعندي هون الصفحة اثنين ترقيم تلقائي، فبيطلع عندي بالنسبة للصفحة. ممكن أنا أضيف مربع نص. مربع النص هو عبارة عن مربع بسيط أنا باخده وبحطه بحيث اني انا احط فيه بيانات. لاحظوا هون ما بعد النص طلع لحاله، هون انا ما كان بدي يطلع هون طبعا. بدي اخذه لهون احطه هون على الصفحة، اعمل التصغير الحين انا الصفحة ما أدري بس خلال أيام عمل خلال شهر ثلاثة اثنين وعشرين. أوكي هنزل أنا وراح زيح تنضيد لهون، علامة التنضيد لهون حتى أقدر أنا أستفيد من حجم الصفحة.
بعد ما ضفنا نقطة شاشة، ضفنا مربع، ممكن نضيف جزء سريع، ممكن نضيف ارت وورد. ارت وورد ارت هو عبارة عن، ما كنت شايفين، نص بصيغة معينة أو بحرفية معينة، مثلا نص الماضي تم إعداد هذه الدراسة. نعم، نعم، تمام، خط كبير فإذا ما حابين معنا. نعم، شكرا. فأنا راح أغير الخط. مثل ما أنتم شايفين، الخط 36. نرجع أكبر ساعة تنسيق. هتلاقي التنسيقات الموجودة. ساعة مثل ما كنتم شايفين، اوكي. فانا فيني اصغر مثل ما انكم شايفين الكتابه، وفيني بما حسب الغايه اللي بدي اياها. طيب، بعد ما كبست ادراج رقم صفحه 30، مربع ناقص ازياء سريعه، معادله رمز. طبعا الرمز الموجود كان معنا بالاكسل مثل ما شفتوا، انا حط هون رمز. مثلا 6 رمز، عادة الرموز ممكن استعملها أو يكون مو موجودة بالكتابة العادية، مثل رمز كمثال الحماية R C، الحماية الكاملة، ممكن مثلا سيجما. أكبر ناقص، أكبر إصغار. بالتالي علامات كتير موجودة هون كما كنتم شايفين، ممكن استفيد منها أو ممكن يكون ناقصني. فبالتالي اكتبها الحرف العربية، الحرف العربية، الحرف العثمانية. مالكم شايفين، ممكن استفيد منها واحطها عندي. طيب، بعد ما خلصنا بالصفحة الرئيسية وإجينا على الصفحة، على إدراج، إجينا على تخطيط الصفحة. طبعا تخطيط الصفحة مهم جدا ببرنامج الوورد أكثر من برنامج الإكسل. برنامج الوورد فيني أعكس الاتجاه من عمودي لأفقي مثل ما أنتم شايفين. صار عندي هون الصفحة بالعرض بدل ما كانت بالطول. هي واحد، ممكن ضيق الهوامش، لاحظوا هوامش عريضة، ممكن سي ضيقة ضيق، لاحظوا عرض الهامش صار صغير 1 سم تقريبا، ممكن أخليه عريض، لاحظوا صار أعرض، راح يبين معنا طبعا بالطول بالاتجاه. لاحظوا للهوامش كثير اتجاه الكتاب، لاحظوا الكتاب شلون صارت تبلش بمجال ضيق. لاحظوا الهوامش قديش عريضة، لاحظوا عرض الهوامش من هون ومن هون،
في عنا الكتابة، هذا من حاجة لا كنترول زد، في عندي حجم الهوامش عادية، في عندي الأعمدة، طبعا الغاية من الأعمدة قبل الأعمدة الحجم. نحن عادة لما بنكتب على ورقة A4، لكن طبعا في أنواع أخرى من الورق مثل ما أنتم شايفين A3 اللي بتساوي ورقتين A4 منح بعض، أكبر منها بتيجي، وفي عندنا A5 بتيجي أصغر منها، فعندنا أكثر من مجال أو قياس لحتى نكتب. فنحن لازم نعرف أي الورقة اللي رح نطبعها، فلذلك بنحط قياس لحتى نعرف كيف بدنا نطبعها. كمثلا أنا عم بكتب على A4، لو حطيتها A3 رح يجوز صارت الكتابة على ورقة A3. هلا هون ما تبين معنا، نحن صغيرة ما تبين معنا إلا بالطباعة، يعني إذا حطيت A3 وهي دبل الـ A4 وأنا حاطط A3 فهيطلع الكتابة مقطوشة وليكو شلون صارت صغيرة. فأنا رح أجي على الحجم وأقول له أعطيني A4، لاحظوا شلون كبرت هي وطلعت مبينة بالصفحة، أما بالحجم الـ A3 لاحظوا قديش المربع هذا صار صغير ليكم، هذا دليل إنه حجم الورقة صار أكبر. طيب فباخذ أنا A4 عفوا مثل ما أنتم شايفين. بالنسبة للأعمدة كمثال، انتبه منيح أنا للتحديد للأعمدة، هو بيعطيني لاحظوا بيقسم لي الورقة لقسمين، يعني بخلص كتابة هون، خلص كتابة هون برجع بكتب هون، خلص كتابة هون هيك لتحت برجع بكمل هون. فهي تقسيم الأعمدة بنسميه كتابة على أعمدة. هون عندنا فواصل الصفحات بين الصفحة والصفحة، في عندنا علامة مائية، علامة مائية طبعا علامة مائية هي يلي بتطلع خلف الورقة، فبالتالي لما نطبع إذا صار مثلا كنسخ قد يكون أحيانا مثلا التقرير أنا عاده ممكن حدا يستعيره بنية معينة وياخده، فبالتالي إذا أخده وما كنت حاط له أنا علامة مائية فممكن يضيع تعبي وينسبه لنفسه، فبالتالي أنا ممكن العلامة المائية إني أخصصها بعلامة مائية مخصصة إني أكتب الشيء اللي بدي إياه، صورة العلامة المائية، نص العلامة المائية أصلي بسميها قسم المقاس. محمد النحام كمثال، باخذ موافق، لاحظ شو صار هون، قسم المحاسبة محمد اللحام طلع اسمي. فبالتالي بهالطريقة هاي بضمن انه ما حدا يلطش التقرير مني وينسبه ل نفسه. على لون الصفحة طبعا هون الصفحة كلها بتغير لونها مثل ما لكم شايفين، بصير لونها اذا كنت حابب هيك لون شوية غير لون الصفحة، ممكن غيره، ممكن أسوي شوية رمادي، ممكن أخضر حسب ما بدنا. حدود الصفحة لاحظوا هون محطوط حدود إطار موجود، هذا هو هيدا حدود بسموه حدود الصفحة اللي شايفينه. فأنا عندي هون حدود، لو ما كان عندي حدود كان ممكن أختار حد معين، أنا إطار معين، بمعنى لاحظوا إذا حطيت هالإطار هذا بدي بحدد لي الصفحة، طبعا أنا ما بختار هالإطار الحلو هذا الجميل، ممكن أختار إطار مهذب أكثر وجميل أكثر كمثال الإطار هذا مثل ما أنكم شايفين طلع فوق الإطار اللي أصلا محطوط، فأنا ما بدي إطار لأنه أصلا موجود إطار أو حدود. طيب طبعا ما بدي مراجع، أنا مراجع ما بتنسمي مراسلات، مراجعة ممكن تعليق جديد يطلع عندي، التعليق أهمية التعليق موجودة ببرنامج الإكسل أكثر من برنامج الوورد، فبالتالي أنا ما بدي إياها هون، ما حأخذها. تعقيد التحرير طبعا من شان ما حدا يقوم بالتعديل على الصفحة كمان ما حساوي كان، فبالتالي هذا أهم الأمور، لهدول الأمور ما حناخذها نحن كونه ما كتير
مهم غير المصدر، او اهم في شيء فيها هو المصدر. بعد كل الامور هذا اللي شفناه مثل ما شفته، بنقوم بالضغط على كنترول بي اللي هو اعطاء امر الطباعه. طبعا هون نحن اذا كان عندنا طابعه محدده فبنكبس امر الطباعه، بنحط اسم الطابعه، لكن انا هون ما عندي، فبالتالي راح اطبع على البي دي اف. راح اقول له يطبع لي الصفحات الحاليه تبعت النطاق الحالي اللي هو من 1 ل 2. ليش؟ انا لان عندي 3 صفحات، الثالثه فاضيه، فبالتالي الثالثه انا ما بدي اياها، الثالثه ما بدي اياها، انا بدي الصفحه الاولى والثانيه. فقلت له اطبع لي كافه الصفحات، لا ما بدي الصفحه الحاليه، لا ما بدي الصفحه الحاليه، قصدي المعروضه هون قصدهم. قلت له انا لا، طباقه نطاق مخصص من الصفحه الاولى للثانيه على وش واحد، وبدي اياها الاتجاه عمودي او افقي، لا انا بدي اياها عمودي بصفحه A4، الهوامش مثل المحطه مخصصه، صفحة واحدة لكل ورقة، ممكن أحط صفحتين لكل ورقة، لاحظوا ممكن الصفحة الأولى يطلع لي إياها هي الصفحة، وهي الصفحة يحط لي إياها بالورقة الأولى صفحتين، بس أنا لا بدي إياها صفحة واحدة لكل ورقة، يعني هي بتطلع بالصفحة واللي بعدها بصفحة واللي بعدها بصفحة إلى آخره. فإذا بدي خيارات أكثر بيجي لهون على أعداد الصفحة، باخذ حجم الورق، باخذ التخطيط. طبعا بعض الامور بالاكسل بتكون يعني ما كثير مهمه، مثل عفوا الورد مثل الاكسل. فبعد ما حطيت هالامور كلها، اذا كان عندي طبعا باخذ خيارات الطبعه بحس تعطيني دقه اعلى، دقه عاديه، مسوده، ابيض وملون، او ابيض واسود الى اخره. اذا ما في بعطيه طباعه راح يبلش يعطيني، راح اقول له تقرير خاص على سطح المكتب ما سأستر، اعطيني طبعا هون بي دي اف كايدت. راح سكر التقرير، راح اعطي حفظ، راح يجي على على سطح المكتب. مثل ما كنتم شايفين طبعا البرنامج حلف الا انه يطبع لي فقط الصفحه الثانيه والثالثه اللي ما بدي اياها، ما بدي الثالثه يطبع لي، فانا بدي الاولى والثانيه. راح ارجع للصفحه، راح اجرب اعمل مناوره باني انا الصفحه الثالثه هي اللي ما بدي اياها، احذفها، اغلق، احس انه سبيس عفوا راجع تمام، كنترول اس حفظ، كنترول بي تبعت كافة المستندات على وجه المعلومات تبع اتجاه عمودي A4 صفحة واحدة كل ورقة. راح أعطيه تبعه تقرير تمام ما سأستر، اوكي هذا بسكر نشوف تمام، اعطاني الصفحة الأولى والثانية. إذا بدي أقوم بعملية طباعة من خلال هون، بقدر هذا رمز آخذ طباعة مثل ما يكون شايف. بهالطريقة إخواني بتكون انتهت محاضرتنا بإذن الله لليوم، بأخذ نبذة عن برنامج الوورد الهام لأي محاسب بالإضافة لبرنامج الإكسل. أتمنى تكون محاضرة ما هي تقيلة عليكم، أتمنى تراجعوا المحاضرة منيح، أتمنى تستفيدوا من برنامج الإكسل سواء برنامج الوورد والإكسل سواء كان بحياتكم العملية أو بحياتكم الدراسية. رح أترككم بأمان الله حتى نلتقي إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.